المجلس الانتقالي يدشن مرحلة جديدة من مناهضة الدور السعودي في عدن. سير هذا المجلس المدعوم من الإمارات مظاهرة إلى مقر التحالف الواقع غرب العاصمة السياسية المؤقتة، ردد خلالها المشاركون في المظاهرة وبينهم قياديون في المجلس شعارات تؤشر إلى المستوى الجديد من التعقيدات التي تنتظر عدن والمحافظات الجنوبية خلال المرحلة المقبلة. ألصق المتظاهرون بالسعودية تهما بدعم الإرهاب وداعش، وهي تهم استدعيت من قاموس الخطاب الإماراتي في وقت تبذل فيه الرياض جهودا استثنائية لجعل المواجهة مع الإرهاب معركتها الرئيسية في المنطقة، أو هكذا تدعي. استبقت هذه المظاهرة وفقا لمصادر متطابقة محاولة سعودية على ما يبدو لإدخال قوات حكومية إلى عدن تنفيذا للشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، رصدت بإزاءها تحركات للقوات المدعومة من الإمارات لتقويض الترتيبات السعودية، فيما اعتبر محاولة لتمرد جديد في عدن حمل رئيس الوزراء على مغادرة المدينة بناء على توجيهات من الرئيس هادي. أوضح إشارة تؤكد على استعداد الانتقال للتمرد على التحالف في عدن التغريدة التي نشرها نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، الذي دعا أنصار الانتقال إلى عدم القلق إذا ما فكرت من أسماها شرعية الإخوانج التوجه إلى عدن فعلى نفسها جنة براقش، رغم أن هذا المدخلي السابق عاد وغرد معتذرا عن أي إساءة للسعودية التي قال إنها أكثر دولة استهدفها الإرهاب وأكثر دولة اكتوت بناره، لكن ذلك لا يبدو كافيا بعد أن رصدت الكاميرات وجود مساعد بارز لعيدروس الزبيدي هو عبد الرحمن غندي، وهو يقود تظاهرة المجلس أمام بوابة التحالف محروسا بسيارة مسلحة تابعة للانتقال، سلوك يتناغم مع إعلان إماراتي واضح بأن أبو ظبي قد نجحت في عسكرة القوة المتمردة بقوام يصل إلى 200,000 مقاتل خارج شرعية الدولة اليمنية وسيفا على رقبتها. تصعيد الانتقالي في عدن ضد السعودية يحتمل بنظر المراقبين أكثر من قراءة، من بينها أن السعودية قد توظف هذا النوع من الضغوط للحصول على المزيد من التنازلات من جانب السلطة الشرعية، بما يجعل من اتفاق الرياض أحد أدوات التمكين المناسبة للانقلابيين الجدد في جنوب اليمن.